بقول شيء جدا مهم أخشى أنه يفوتني الأمان، وهي رسالة أحب أوصلها لكل ولي أو ولية أمر. هذه المرحلة اللي ذكرتها، الطفولة المبكرة. أستاذ عبد الله، أنا كتربوية وقارئة كثير في هذه المرحلة الطفولة المبكرة، كل حدث في حياة هذا الطفل من أول ما يولد إلى عمر 5 أو 6 سنوات ينعكس سلباً أو إيجاباً عندما يكون عمره بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات. فهذه المرحلة الطفولة المبكرة اللي كثير من الأهالي يغفلون عنها ويقولون بعده صغير ما يفهم، هذه المرحلة إذا اهتمينا فيها نحن قادرين على إلغاء أي فجوة في الكبر بين الآباء والأبناء. والخطورة، أضيف على كلامك دكتورة، والخطورة أن الأخطاء اللي تصير أو تحدث في هاي المرحلة صعب تصحيحها في المستقبل، جدا صعب. لذلك نرجع حق الكلمة اللي قلتها، التمكين. نعم. الطفل في هذه المرحلة، لأن لو أسسناه صح راح يستمر بإذن الله بنسبة كبيرة. صحيح. شو أهم المخاطر دكتورة؟ بانش اضطرقت لهذه النقطة، أنا أقول لك إضعاف شخصية الطفل في هذه المرحلة. نعم. أو كسرة. نعم. متى ما شعر، يعني أنا شفت مرة واحدة مقطع من فيلم ياباني أن الأب كان فقير ومحدود الدخل، لكن كان يوحي لأبنائه غني، أنه غني. نعم. حتى لا يضعف شخصيته من خلال الفقر. تمام. هاي الإشارة جدا مهمة. صحيح. يعني حتى المشاكل، ما في أسرة تخلو من المشاكل. نعم. من التحديات، سواء كان تحديات مادية، تحديات صحية. صحيح. يعني أمور كثيرة. صحيح. تمام. قدر الإمكان نخفف وطأته في نفوس الأبناء. صحيح. ما نكذب، ما يعني نصور واقع خيالي. نعم. لا، لازم الابن يكون منطقيين وعقلانيين. تمام. متوازنين. نحاول نخفف وطأته على الأطفال على أساس ما تكسر شخصيات.